الجماهير السياسية ومن كل يعني المنظمات المجتمعية يعني المدني. هذه حركة العدل والإحسان برغم كل ما أثير يعني حول خروجها اليوم لوحدها يعني في هذه التظاهرة، ولكن تبقى هذه التظاهرة نوعية حركة كبيرة، حركة العدل والإحسان قامت يعني بدورها يعني في التضامن يعني مع الشعب يعني الفلسطيني، والمطلوب يعني من كل يعني التيارات يعني السياسية أن تتضامن. ولكن طبعا نحن أملنا في أن يكون هناك حوار واسع يعني بين كل المنظمات يعني السياسية في المغرب حتى يكون صوت يعني فلسطين صوت واحد، ولكن تعدد المبادرات هو لصالح يعني الشعب الفلسطيني. نحن نحيي يعني هذه المبادرة يعني من إخوان يعني العدل والإحسان، ونتمنى أن في المبادرات يعني المقبلة أن تكون يعني كل الأصوات يعني موحدة لإسماع يعني الصوت، صوت واحد، صوت يعني الشعب المغربي للعدو يعني الصهيوني، حتى إن شاء الله الأمة تتحمل كل يعني المسؤولية في إحباط يعني هذه المؤامرة، مؤامرة على القدس، مؤامرة يعني على الشعب الفلسطيني، والمؤامرة كذلك يعني على الشعوب يعني العربية لتتحرر وتنهض وتؤسس يعني لديمقراطية حقيقية والمجتمعات يعني من أجل يعني الجميع. ولذلك يعني مرة ثانية نحيي حركة العدل اليوم على هذا الخروج، على هذا الإنزال يعني الكبير والضخم، والذي طبعا يعني أثبتت يعني بما لا مجال يعني للشك بأن حركة يعني منظمة تتحمل يعني مسؤوليتها وتتضامن بشكل